بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، الرحب بكم بهذا الفيديو. إن شاء الله هذا الفيديو حيكون فيديو كلش مهم، وحنشرح به معلومات في غاية الأهمية، فأريد تنتبه وياي وإن شاء الله تستفاد. أنا وهي لا قضية أنه هذا الكلام اللي حنتكلمه هو يعني خلاصة بحث طويل جدا، وهنالك كلام مفصل تحت كل جزئية من الجزئيات اللي راح أحكيها، ولكن احنا انا ما ردت اتكلم لك بالكلام الكلش عميق حتى ما تصير هوسه عليك. فاي جزء او جزئيه تريد نتكلم عنها اكثر فتقدر تسالني على الانستغرام وعلى التليجرام ونتكلم عن هذا الكلام بالتفصيل اكثر. اليوم شنو راح نتكلم؟ طبعا اللي ما يعرفني انا محمد حسين، تقدر تدخل على قناتي بال التليجرام، تقدر تتواصل وياي على حسابي مال التليجرام او الانستغرام حتى تقدر تعرفني اكثر. زين، اليوم جايب لك حديث موجود في كتب اهل السنه، وهو حديث على شرط الصحيحين، يعني حديث صحيح جدا على اجماع المسلمين، يذكر فيه الرسول أن هنالك بعده 12 أو 12 حسب خليفة. هو كلش قوي جيد. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش. هذا الحديث لا جدال في سنده. وإذا أردت تتكلم عن السند في كلام مفصل فهناك يعني رادنا وقت طويل وتكلم وياي وأدز لك كل الأسانيد بالتفصيل، ولكن هذا موجود في مسلم، في مسلم وفي بخاري وفي مسند أحمد وفي كتب أخرى كثيرة. وهذا الحديث بالذات عن راوي اسمه سمرة. أنا مشكلة خاف مرات أروح بالحديث وندخل الكلام عميق وخافت تمل من عندي. حاصل هذا عن سمرة، ووارد عن كثير من الصحابة، يعني مو صحابي واحد ناقله، عدة صحابة، وكل صحابي ناقله اكو عدة ناس ناقلين من عنده. يعني مثلا هو هذا الحديث، فعدة صحابة ناقلين هذا الحديث، وكل صحابي من هؤلاء الصحابة ناقل عنه الكثير، وهكذا، يعني طرق كثيرة لهذا الحديث. هذا الحديث صحيح صحيح جيد جيد، ويكفيك مسلم وبخاري بعد. وابن تيمية يقول مسلم وبخاري، بعد يقول بخاري أصح كتاب بعده، أصح كتاب بعد كتاب الله. زين، هذا الحديث ورد في صيغ كثيرة، ولكن أنا جبت لك هذا الصيغة مال مسلم، هذا الصيغة مال مسلم. هنا الرسول صلى الله عليه وآله مرات يقول ها أنوه إلى قضية أن بحث اليوم كله من كتب أهل السنة، كله، يعني ما راح أجيب لك حديث من كتب الشيعة. أنا البحث وكأنه كلنا مثلا أنت سني أو أنا سني ودي نبحث عن الأئمة عند أهل السنة. يعني لو كنت سنيا فكيف ستعرف الأئمة؟ كيف ستعرف الأئمة؟ جيد، الاثنى عشر، حلو حلو، فمن كتب أهل السنة وعلى شرط الصحيح. زين، الخليفة هنا مرات الرسول صلى الله عليه وآله يقول مثلا في حديث فيهم 12 خليفة، مرة يقول بعدي أمراء، مرة يستخدم كلمة أمراء، مرات يستخدم كلمة أئمة، فمرة يقول الخلفاء من بعدي كذا، مرة يقول أئمة من بعدي كذا، مرة يقول الأمراء وإلى آخره. فأكو هواي ألفاظ لهذه الكلمة، ولكن أنا أخذت لك كلمة خليفة من مسلم، ولكن أكو أئمة، اكو ائمه انتبه، اكو خلفاء، اكو امراء. زين، هذول الاشخاص اللي يجون ورا النبي اخبر عنهم النبي بعدي 12 خليفه او 12 امام، ذولا شنو مواصفاتهم؟ جمعت لك صفات هؤلاء الائمه او الخلفاء، انتبه لي، جمعت لك صفاتهم من الاحاديث اللي يعني الصيغ المختلفه لهذا الحديث. هذا الحديث مو بصيغ مختلفه، من الصيغ المختلفة لهذا الحديث جمعت لك صفات هؤلاء الأئمة الذي هذه الصفات التي أخبر الرسول صلى الله عليه وآله عنها. فشوف هذه الصفات
صفات هؤلاء الأشخاص أخبر عنها الرسول أن هؤلاء الخلفاء هم خلفاء راشدون، الرسول يقول زين، ومهديون وعلى الحق، ويضعونكم على الحق ويضعونكم على الهدى، وبهم عزة الإسلام. وهؤلاء إلى قيام الساعة، يعني لازم إلى قيام الساعة، ويحملونكم على الصراط. الله عجيب، هؤلاء الخلفاء أو الأئمة هيش عندهم صفات عجيب، يضعونكم على الصراط، أمة الرسول توضع على الصراط وعلى الحق، وأنهم مهديون وأنهم على الهدى ويضعون على الهدى. عجيب، شكد مهمين هذولا. زين، الآن نسأل سؤال، من هم هؤلاء الأئمة الاثنى عشر الذين أخبر عنهم رسول الله في مسلم وفي بخاري وفي مسند أحمد وعند جميع المسلمين سنة وشيعة؟ هو عين العدد وقال في حديث له كنقباء بني إسرائيل، يعني كنقباء عددهم كنقباء بني إسرائيل، عرفت شلون؟ العدد مالتهم كنقباء بني إسرائيل وكانوا أيضا 12. زين، من هم هؤلاء؟ هذول الكلش مهمين، ها صفاتهم، يضعون الأمة على الصراط، يضعون الأمة على الهدى، بهم عزة الإسلام، ذولا من هم؟ من هم هؤلاء؟ فقمنا بهذه الجولة البحثية ونشوف علماء أهل السنة والجماعة ماذا يجيبون، علماء أهل السنة والجماعة عندما وصلوا إلى هذا الحديث وشافوا الأئمة 12 ماذا قالوا عن الأئمة 12؟ قالوا من هم هؤلاء؟ فنشوف علماء أهل السنة ماذا قالوا. هنا تعبير كلش حلو، ومن علماء السنة هذا التعبير، يقول حال علماء أهل السنة والجماعة في هذا الحديث كحاطب الليل. شايف حاطب الليل؟ يعني كمثل الذي يدخل إلى الغابة ويريد أن يأخذ منها الحطب ليلا، يعني شي يشوف قباله يحطب، كحاطب الليل، يعني ما فرد، لازم يقولون فرد كلام، أنه فرد شيء عن هذا الحديث يعني. وأنا يعني قرأت جملة كلام علماء أهل السنة، يعني قرأت جملة كلام أهل علماء أهل السنة يعني، وقرأت كلام الكثير منهم، يعني النووي، كلام ابن تيمية، كلام ابن حجر العسقلاني، كلام كل هؤلاء العلماء، وأنا جمعت لك إياه واختزلت لك إياه، يعني كلام صراحة يعني أنا ما أرد أطلعيبي، أنت لا تريد أقرأ الكلام عليك، ولكن أنا جايب لك كلام من هذا الكلام، جايب لك مثلا ابن تيمية ماذا يقول ابن تيمية عن هذا الحديث عندما يصل ابن تيمية إلى الخلفاء الاثنى عشر، ماذا يقول ابن تيمية عن هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر؟ يقول ابن تيمية ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله حيث قال، طبعا ابن تيمية ما يقول صلى الله عليه وآله، يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن حيث قال لا يزال هذا الدين عزيزا، ده احكي لك كلام ابن تيمية، انتبه، حيث قال لا يزال هذا الدين عزيزا ما تولى 12 خليفة كلهم من قريش، وهؤلاء الاثنى عشر خليفة هم المذكورون في التوراة، حيث قال في بشارته بإسماعيل وسيرة 12 عظيما. يعني هؤلاء مبشر بهم وين؟ بالتوراة. عجيب، شكد مهمين لعد. زين، ومن ظن هذا كلام بعدين يحكي عن الروافض الآن، ولكن أنا وين أريد نشوف ابن تيمية يقول من ذولا الاثنى عشر؟ ابن تيمية يا ابن تيمية من هؤلاء الاثنى عشر؟ اسمع شو يقول ابن تيمية، وهكذا كان فكان الخلفاء أبا بكر. شوف شو يقول ابن تيمية، اسمع من هؤلاء الاثنى عشر، يقول شو يقول، اسمع، في الصحيحين عن جابر بن سمرة كذا كذا، لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش كذا كذا كذا، يقول وهؤلاء هم أبا بكر، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي،
ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عزة، ومن معاوية وابنه يزيد ابن معاوية، ثم عبد الملك وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك حصل في دولة السام نقص كذا كذا إلى آخره. يعني ابن تيمية عدد لك 12 نفر من الذين حكموا الدولة الإسلامية، فذكر لك أبو بكر، ذكر لك عمر، ذكر لك عثمان، ذكر لك علي، وذكر لك من اجتمع الناس عليه وصار له عزة ومنعة، معاوية وابن يزيد، النوب عبد الملك، أولاد الأربعة، أولاد الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك حصل إلى آخره. يعني ابن تيمية عدد هؤلاء زين. وابن تيمية بعدين شو يقول؟ اسمع خلي أقول لك. ابن تيمية إنه بيقول ومن ظن أن هؤلاء 12 هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهم في غاية الجهل. يقول اللي يقول أن هؤلاء الأئمة 12 هم أئمة الروافض فهم في غاية الجهل. ليش يا ابن تيمية؟ فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي بن أبي طالب. وبعدين اسمع ابن تيمية، ترى حتى علي بن أبي طالب يخرجه، حتى علي بن أبي طالب يخرجه. خل أقرأ لك شو يقول ابن تيمية، خل أقرأ لك إنه شو يقول. يقول ابن تيمية اسمع، يقول يعني ابن تيمية يقول وحتى علي هسه هو محتمل من ضمنهم أو محتمل من ضمنهم. يعني ابن تيمية يحتمل أن حتى علي بن أبي طالب ليس من هؤلاء الاثنى عشر إمام أو خليفة. نعم أبو بكر نعم، عمر يقول نعم، عثمان يقول نعم، معاوية نعم، يزيد ابن معاوية يقول أيضا نعم، ولكن علي حتى علي محتمل مو من ضمن ذول الاثناش. عجيب يا ابن تيمية. يعني يزيد الذي قتل الحسين والذي حرق مكة والذي استباح المدينة هو من ضمن هؤلاء الأئمة الاثنى عشر الذين يضعون الأمة على الهدى والذين يضعون الأمة على الصراط، وعلي بن أبي طالب ليس من ضمنهم، محتمل ومحتمل، يعني ممكن أو مو ممكن. شو يقول بالله ابن تيمية؟ يقول لي لأن علي بن أبي طالب في زمنه صارت حرب داخلية، وفي زمن علي بن أبي طالب المسلمين واحد قاتل واحد، وما كان أكو عزة للإسلام في زمن علي، فعلي مو من ضمنهم محتمل. هذا كلام ابن تيمية، أنا ما لي علاقة، فقط أريد أشوفك يعني علماء أهل السنة من يوصلون هذا الحديث يعني شلون يجاوبون، يعني من يريدون النبي قال أكو 12 خليفة يجي بعدي، بالله شلون يفسروه؟ هذا من ضمن التفاسير هو تفسير ابن تيمية. هنا أنا كحاطبي ليل. حلو زين. فهذا كلام ابن تيمية. احنا شو نرد على ابن تيمية؟ خلينا نشوف ابن تيمية ماذا نرد على كلامه. نقول له يا ابن تيمية انت حددت دول ال 12 خليفة، انت حددتهم زين، شلون حددتهم انت هذول 12 وانت قلت فلان وفلان وفلان؟ حددتهم قلت والله حسب الصفات، نشوف صفات هؤلاء ال 12 وحسب الصفات نطلعهم زين. واخذت صفة العزة انه الاسلام كان في زمنهم عزيزا، وبديت تعدد اسماء. نسأل يا ابن تيمية ليش عددتهم حسب الصفات؟ هسه تنطبق الصفات ما تنطبق هذا بحث اخر، ولكن انه ابن تيمية اخذ من خلال الصفات، من خلال الصفات حدد الاثنى عشر شنو؟ خليفة. زين يا ابن تيمية، اذا الرسول صلى الله عليه واله وسلم عين هؤلاء الاثنى عشر، بعد انت يحتاج تجي من يمك وتعينهم حسب الصفات؟ يعني أنا الآن كمحمد حسين على سبيل المثال أقول أنه هذا المقطع مثل هذا الفيديو، بعد أنه إذا أنا يعني بعد هذا الفيديو مثلا، أنا هاي أخير حلقة لي وياكم، بعد ما أتكلم لكم وياكم وأطلع وأشرح لكم، راح يجي من بعدي فلان وأنطي اسمه، صديقي فلان أو أخي فلان وأنطي اسمه، وهذا صفته أنه على الحق وأن لديه العلم المناسب وإلى آخره، أعطيك صفاته وأقول لك فلان. أنت يجي يصير تجي من يمك
وتاخذ الصفات اللي قلتها وتطبقها على شخص ثاني؟ لان انا عينت، انا قلت لك انا بعدي يجي فلان، انا عينت لك قلت لك فلان، بعد انت ما من حقك تجي وتبحث وتقول والله محمد حسين قال هذا هيك صفات وهيك صفات اذا هو فلان، لا ما يحتاج، انا قلت لك من هو. فاحنا نجي نشوف الرسول صلى الله عليه واله هل عين لو ما عين؟ اذا الرسول صلى الله عليه واله عين ذول الائمه الاثنى عشر بعد يحتاج يروح ابن تيمية يدور بالصفات ويطبقها على ذول ال 12؟ ما يحتاج، ما يحتاج. هذا منافل للعقل، منافل للعقل. زين، اذا الان انتبه وياي، يعني احنا نقول يا ذا الرسول صلى الله عليه واله قال كذا لا ينقضي حتى كذا فيهم 12 خليفة كلهم من شنو؟ من قريش. هذا التحديد الاول، عن حسين قريش كبيرة. زين اصبري بعد الآن، هسه أقول لك من ذول شلون الرسول حدد، ولكن أسأل سؤال. الرسول انتبه، هاي كلش مهمة. الرسول صلى الله عليه وآله قال يأتي من بعد كذا 12 خليفة كلهم من قريش، وهذا هؤلاء الخلفاء عدد لنا صفاتهم، ذول راشدون مهديون على الحق، ويحطونا على الحق، يحطونا على الهدى، يحطونا على الصراط، يحط بهم عزة الإسلام إلى قيام الساعة. كل هاي الصفات المهمة يضعوننا على الحق، على الهدى، على الصراط. هؤلاء كلهم بهذا الصفات المهمة، والرسول دي يخطب ودي يقول. أسألك بالله عليك سؤال، بالله عليك سؤال، والصحابة أمام الرسول، ما واحد قام سأل الرسول قال له يا رسول الله من هم هؤلاء؟ فالآن الرسول لما قال هذا الحديث، ما هو موقف الصحابة؟ الصحابة عندنا ثلاثة احتمالات، يا أما لم يسألوا رسول الله، وإما سألوا ولكن لم يجب النبي، أو سألوا وأجاب النبي. هاي من حيث وضع الاحتمالات، لو وضعنا الاحتمالات للموقف، فهؤلاء هذه الثلاث احتمالات. زين خلينا نشوف، نجي نناقش احتمال احتمال، نجي نناقش احتمال احتمال. اولا الاحتمال الاول ان الصحابه لم يسالوا الرسول، قال يا ابا ام بهم 12 خليفه وهؤلاء كذا صفاتهم على الحق ويحطوكم على الصراط وبهم نجاه ولخ ولخ ولخ. زين الصحابه هنا هل لم يسالوا؟ لم يهتموا؟ زين هل تقبلون هذا في صحابه رسول الله؟ اكيد لا. لا يا اخي، ابسط الاشياء، سلمان موجود، أبو ذر موجود، عمار بن ياسر موجود، لأمير المؤمنين عليه السلام موجود، ما واحد من الصحابة قام وقال يا رسول الله من هم هؤلاء؟ والصحابة كانوا يسألون عن كل شيء، الصحابة كانوا يسألون بحيث حتى القرآن وصفهم، كانوا يسألون على كل شيء بحيث القرآن يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤ. عرفت شلون؟ يعني يسألون حتى عن أشياء إن تبدأ لهم تسوهم، حتى أشياء يعني ما كان يلزم أن يسألوا عنها وسألوا عنها، وعن هذا الموضوع المهم جدا لم يسألوا. عجيب. شوف الصحابة عن شنو كانوا يسألون، أستعرضك آيات قرآنية. يسألونك عن الأهل، يسألون الرسول. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. زين يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، عن المحيض يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسألونه هذا السؤال المهم يا رسول الله من بعدك احنا نأخذ ديننا من من؟ يا رسول الله من بعدك نأخذ ديننا من من؟ من يضعنا على الهدى يا رسول الله؟ منطقي لو مو منطقي؟ اذا يصير الصحابة لم يسألوا؟ مستحيل، كانوا يسألون حتى عن المحيط. إذن هذا الاحتمال ساقط، هذا ساقط، وإلا لو ثبت لهذا الاحتمال فهذا طعن في صحابة رسول الله، طعن في كل صحابة رسول الله. كيف لا يسألوا؟ كيف لا يتموهم؟ أكيد مهتمين في الدين. زين نشوف الاحتمال الثاني، أنهم لا والله سألوا الرسول ولكن الرسول لم يجب. سألوه ولكن شنو؟ لم يجب. زين أكيد هذا الاحتمال يعني ساقط، لأن النبي كيف لا يجيب؟ ألا يضع أمته على الهدى؟
زين. وما هو على الغيب بضنين، كيف أن النبي يسألونه ولا يجيب، وهو نبي الهدى ونبي الرحمن، هو الهادي لهذه الأمة. فهذا الاحتمال أيضا ماذا ساقط عنه، يسألون يقولوا يا رسول الله من هم هؤلاء والرسول ما يجيبهم، أتعقل هذا؟ أكيد لا. زين، البقى الاحتمال الأخير أنهم سألوا رسول الله وأجاب النبي، سألوا رسول الله وأجاب رسول الله، وهذا الأحجى والألزم والأعقل. نسأل سؤال، أين الجواب؟ سألوا رسول الله قالوا يا الأئمة من بعدي أو الخلفاء من بعدي 12، وأنهم يضعونكم على الهدى وعلى الحق، وسألوا قالوا يا رسول الله من هم هؤلاء؟ زين، أين الجواب؟ أين الجواب؟ زين، هنا فيما يخص الجواب، فروح دور، هنشوف، نبحث ونشوف. باو علي الآن أرد بس ألفت لك قضية، أنه موضوع حرق الأحاديث، هنالك أحاديث حرقت للنبي، أحاديث حرقت في زمن أبو بكر وفي زمن عمر. والآن أنا أقول هل ممكن أن تكون أحاديث هذول لما الاثنى عشر من ضمن الأحاديث المحروقة؟ من باب الاحتمال، نحن نحتمل، نحط احتمال، من حقي أنه أحتمل هذا الاحتمال لو مو من حقي. ممكن أنه الأئمة الاثنى عشر أسماؤهم موجودة في هذه الأحاديث التي حرقت. طبعا هذا لا يعني أنه أنا ما راح أذكر لك بعد شوية وما راح أثبت لك منهم هذول، لا، أثبت لك أيضا من كتب السنة والعامة، لا بعد شوية أثبت لك، ولكن أنا فقط أنوه لك قضية حرق الأحاديث، يعني أنوه لك إياها، أنه هل محتمل أن ذولا من 12 من ضمن الأحاديث التي حرقت؟ شنو محمد حسين سالفة حرق الأحاديث؟ شو إحنا ما سامعين عنها؟ تعال خل أقرأ لك موضوع حرق الأحاديث، اسمع هذا إذا تسمح لي. زين، اسمع هذا، أنا أطلع لك إياه. هذه الرواية في كتاب تذكرة الحفاظ للنووي، النووي، زين، من أعلام علماء أهل السنة. زين، هذا الحديث اسمع شو يقول. حدثني القاسم بن محمد قالت عائشة جمع منو عائشة تنقل عن أباها، جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوب وسلم، وكانت 500 حديث، جمع الحديث وكانت 500 حديث، فبات ليلته يتقلب كثيرا. زين، قالت فغمني فقلت أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ عائشة تقول لأبوها. فلما أصبح قال أي بنية هلم الأحاديث التي عندك، فجئته بها فدعا بنار فحرقها. فقلت عائشة لما أحرقتها؟ قال خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك. زين، هنا أبو بكر حرق هذه الأحاديث. يا أبا بكر لما حرقتها؟ قال حرقتها خاف أكو واحد كذا كذا نقلت عنه ولم يعني كذب على رسول الله. زين، هذول 500 حديث يا أبا بكر. زين، هذني اللي هن ممكن أحاديث مكذوبة على النبي، إيش قد عددهم؟ 3 4 5 6 على مود هالش كم حديث تحرق 500 حديث؟ من حقك تشكل هذا الإشكال لو من حقك لو مو من حقك يا عزيز؟ بالله عليك أسألك، بالله هل من حقي أن أسأل هذا السؤال يا أبا بكر؟ أنت حرقت 500 حديث،
قلت والله والله أنا أخاف خاف واحد كذب على النبي فقمت حرقتهم. زين ذن إيش قد بالله المكذوبات؟ اثنين ثلاثة أربعة. زين هل على مود ذن إيش كم حديث؟ هل ثلاثة أربعة تحرق لخمسمية حديث عن النبي؟ زين هذا هذا إذا أخذت على الصحة وحسن الظن. يعني هذا إن أحسنت الظن بأبي بكر، يعني أنت الآن أحسنت الظن بأبي بكر وأخذته على الصحة والنتيجة تؤدي إلى هذا السؤال. زين ماذا من حقك أيضا إن لم مثلا تنظر بهذه النظرة، تنظر بنظرة مختلفة، تقول يا أبا بكر من حقك أنه إذا نظرت بنظرة مختلفة أو تحمله مثلا على النفاق مثلا، فمن حقك أنه تقول الأئمة الاثنى عشر ممكن موجودة أسمائهم في هذه الأحاديث التي حرقها أبا بكر. عم احتمال لو مو احتمال، احتمال هذا الاحتمال هذا الحكي. انا الان فقط ريت اسال وينك هذا التمرين. واما عمر فاسمع في جامع، خليني اطلع لك هذا الحديث في جامع البيان، في جامع في جامع بيان العلم وفضله لابن البر. زين خلينا نشوف هنا ايش يقول. اخبرنا كذا 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 أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة ثم بدا له ألا يكتبها ثم كتب في الأمصار من كان عنده شيء فليمحه. عمر اللي عنده شيء عن حديث النبي فليمحه. لما؟ لما أيها الخليفة الثاني؟ إن أخذته مثلاً أنت على حسن فيقول لك لعدم اختلاط السنة بالقرآن. زين هسه يحق له ذلك؟ هذا بحث آخر. زين أما ممكن واحد يقول لك لا أنا أخذ هذا دليل على نفاقه، الحكم لك الآن ليس في صدد الحكم لأن هذا حديث مفصل في كلام حرب حديث النبي، كلام مفصل ولكن الآن مو حديث فقط ريت أنا وينك من هذه الأشياء. وشوف هذا الحديث الآخر في المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام دكتور جوال، على أن عمر هو اللي أطلع لك حديث إذا جاب هنا أي هذا، أنه عمر يقول اسمع ذكر أن عمر بن الخطاب قال أيها الناس إنه قد بلغني أنه ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها. حلو حلو. فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به فأرى فيه رأيي فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف فأتوه بكتبهم فسوه فأحرقها بالنار. طبعا هذا الحديث للأمانة سنده منقطع لكن الأول صحيح المت، فهذا من باب دعم ذلك الحديث ولكن الأول ذكرناه صحيحون. زين الآن آني فقط أخذتك في هذا الكلام وحطينا احتمالية أنه الأسماء شنو ممكن حرقت، هذا الباب احتمال، ولكن هل إحنا نقدر نثبت؟ نقدر نثبت؟ نعم. انتبه وياي انتبه وياي. الآن خلينا ندور كيف نعرف هؤلاء الأئمة الاثنى عشر. زين نقول من هم؟ ذكرنا كلام علماء أهل السنة وابن تيمية وعرفنا شلون الرد عليه. الآن نجي للتعيين، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين وهو متواتر؟ إني تارك فيكم خليفتين، أي في إحدى الألفاظ الرواية خليفتين، في إحدى الألفاظ ثقلين، ألفاظ مختلفة كما أن هنا ألفاظ مختلفة. إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله ومنه عترتي أهل بيتي.
من خليفتك يا رسول الله؟ قال إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي منه أهل بيتي. إذن في هذا الحديث الأئمة الاثنى عشر من قريش، زين خل هسه هاي دائرة كبيرة، أريد نصغر الدائرة، تجي الحديث الثقلين خليفتي منه؟ عترتي أهل بيتي. هسه مو هم أهل بيتي، عترتي أهل بيتي. لماذا قال عترتي أهل بيتي؟ عترة الرجل، نفسر، عترة الرجل خواص أهله، هذا مو كلامي، هذا كلام ابن الأثير. طبعا هذا الكلام اللي جاي أفسر هنا من هم عترة الرجل يقول به جملة علماء أهل السنة، الآلوسي يقول به، ابن الأثير وكثير آخرين. زين، فماذا يقول؟ عترة الرجل خواص أهله، فعترة النبي صلى الله عليه وآله هم خواص أهل بيته، علي وفاطمة، الحسن، الحسين. ابن الأثير ماذا يقول؟ يقول عترة النبي بنو عبد المطلب الأقربون، من هم؟ أولاده وعلي وابنته، هنا ابنته فاطمة وعلي وأولاده، ابنته زين وعلي وأولاده زين. إذن ثبتنا الآن أن النبي عترته أهل بيته هي الخليفة التي خلفها لنا، وهذا تفسير الأئمة الاثنى عشر. هو ممتاز، ممتاز. من هم هؤلاء العترة؟ هم علي عليه السلام. إذن بعد رسول الله إن اختلفت الأمة، إن اختلفت الأمة نأخذ ديننا من من؟ أنا مو في صدد الكلام عن الخلاف السياسي، هذا بحث آخر، الخلاف السياسي. الآن إحنا الرسول صلى الله عليه وآله مات، فإن مات وقتل زين، الرسول بعد أن يرحل من هذه الدنيا من يضعنا على الصراط؟ من يأخذ من يضعنا على الهدى؟ علي ومنه والحسن والحسين. وأزيدك من الشعر بيتا أن في المباهلة شنو ذكر الرسول؟ هؤلاء أهل بيتي، من جاب فاطمة وعلي وحسنا وحسينا، وقال من هؤلاء أهل بيتي. زين زين، الآن علي الحسن الحسين هؤلاء هم من ضمن الأئمة الاثنى عشر. هس هذا فقط الآن، فقط علي وفقط علي وفقط الحسن وفقط الحسين، الآن ثبت عندك؟ ثبت. زين، هنا نكون يثبت لحد الآن، فنجي نلخص الكلام كله، ألخص لك إياه. في مسلم وفي بخاري قال رسول الله إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش، حديث صحيح جدا، وهذه مصادره. وإهنانا، من هم هؤلاء يا رسول الله؟ زين، من هم؟ تجي إلى حديث الثقلين، إني تارك فيكم خليفتين أو ثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي. من هم أهل عترة أهل بيت النبي؟ قول شرحنا قول الآلوسي وابن كثير وكثير آخرين، وبالمباهلة وعترة الرجل من هم؟ خواص أهل بيته، علي فاطمة الحسن والحسين. إذن من هم هؤلاء الأئمة الاثنى عشر؟ كل في كتب أهل السنة والجماعة علي الحسن الحسين. زين، باقي الأئمة كيف؟ والله لو عجيب 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 عجيب. فهل هسه لحد الآن نتوقف؟ هذا الذي ثبت من كتب أهل السنة، بحثنا إلى الآن، بحثنا إلى الآن هذا الذي ثبت عندنا الأئمة الاثنى عشر. الآن ممكن أسوي لك فيديو آخر أتكلم لك تكملة الحديث، ولكن نغلق باب أهل السنة، يعني نغلق باب البحث في كتب أهل السنة، ونفتح الباب في البحث وين؟ في كتب الشيعة، لنجد بقية الأئمة سلام الله عليهم. وشكرا لك عزيزي.